اهلا بحضراتكم وموعد جديد مع البرلمان. الانتخاب هو إرادة الشعب اللي بينظمها الدستور، وهو كمان ركن أساسي في الأنظمة الديمقراطية. الانتخاب واحنا يعني الركن الأساسي في المرحلة القادمة بيتضمن مشاركة المواطنين في صنع القرار وفي اختيار من يمثلهم واللي شايفينه مناسب علشان يحقق تطلعاتهم. الانتخابات اللي جاية هي خطوة مهمة جدا لأنها آخر استحقاقات خارطة الطريق، وبمقتضى الدستور فمجلس النواب اللي جاي هيلعب دور خطير في صياغة مستقبل مصر وفي صناعة القرار. ومن هنا بتيجي أهمية توسيع نطاق المشاركة أكتر من المرات اللي فاتت. المواطنين يشاركوا بقوة في العملية الانتخابية، وخطورة الدعوات المقاطعة اللي بيطلقها البعض محتاجة ان احنا نقف ضدها. من هنا كمان بتيجي أهمية دور الإعلام في ان هو يوعي المواطن بأهمية صوته وتحفيزه على المشاركة في اختيار أنسب المرشحين والأكثر في تمثيله بموضوعية تام وبعيد عن ضغوط المال السياسي أو العصبية أو القبلية. الدستور نظم حق مشاركة المواطنين في الانتخابات وحث المواطنين على هذه المشاركة كواجب وطني. خلينا نقول على سبيل المثال أنه المادة 87 من الدستور بتقول إيه؟ بتقول أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه متى توفرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. النهاردة في حلقتنا في موعد مع البرلمان هنناقش أهمية المشاركة الانتخابية وتأثيرها على تشكيل البرلمان اللي جاي. وهيكون معنا في الاستوديو بعد شوية الدكتورة هويدة مصطفى أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، وهيكون معنا أحد المواطنين زي ما تعودنا في الفترة اللي فاتت بنحب إن احنا نشوف المواطنين رأيهم إيه، لأن هم العنصر الفعال في هذه المعادلة. هيكون معنا دكتور عمرو السمرة وهو أستاذ طب وجراحة العيون، هينقل لنا نبض الشارع يعرفنا المواطن بيقول إيه. طبعا دكتور هويدة من ناحية تانية هتقول لنا الإعلام كيف يقوم الإعلام بدوره في هذه المرحلة من وجهة نظرها. في البداية خلونا نشوف آخر الأخبار فيما يتعلق بالانتخابات وبساحة الاستعدادات الانتخابية. خلونا نبدأ بأنه المصادر وفي مصادر باللجنة العليا للانتخابات أكدت أن الفصل في الطعون الانتخابية اللي أقامها طالبو الترشح المستبعدين هيستمر لحد يوم 28 سبتمبر الحالي، وأن أجازة عيد الأضحى اللي بتشمل أيام 23 و 24 و 25 و 26 سبتمبر، وبعد ما هتنتهي الأجازة هيتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، وبعد كده تبدأ بقى الدعاية الانتخابية يوم 29 سبتمبر، وتبدأ بعد كده فترة التنازلات عن الترشح. كمان أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية النهاردة أنه أول لقاء جمعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اتكلموا فيه عن بدء التنسيق مع جميع الجهات المعنية للاستعدادات للانتخابات، وأكد أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على كل السبل لتأمين العملية الانتخابية، وأن وزارة الداخلية تعاونت مع القوات المسلحة في أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية ضمن الخطة الأمنية، وأن هدف الحكومة الجديدة هو التيسير على المواطن خلال عملية الإدلاء بصوته. كمان أكدت مصادر باللجنة العليا للانتخابات أنه في بعض الجهات العربية والدولية هتشارك في عملية متابعة وتقييم انتخابات مجلس النواب 2015، وده بناء على دعوات من الجانب المصري. وضحت كمان مصادر أنه هذه الجهات تشمل الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، والبعثة الدولية المحلية المشتركة، وأنه محتمل أنه يتم إرسال دعوة للاتحاد الأفريقي كمان علشان يشارك في هذه العملية. وصلت بالفعل
بعثة الاتحاد الأوروبي للقاهرة علشان تباشر عملها في متابعة الانتخابات البرلمانية اللي هتجرى في مصر خلال أكتوبر ونوفمبر اللي جايين، للتأكد من نزاهة الانتخابات وشفافيتها وإجراءها في مناخ حيادي وآمن. كمان يعني هذه الدعوة جت تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد الفاصل هنتكلم بقى مع حضراتكم، نشوف دور المواطن في هذه العملية، في هذه المعادلة المهمة جدا والتي لا تقل أهمية عن الخطوتين اللي فاتوا. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم مرة تانية في موعد مع البرلمان، وفي هذه الحلقة نتحدث عن أهمية المشاركة الانتخابية وأهمية دور المواطن أنه يكون فعال في هذه المشاركة. خلونا نرحب بالدكتورة هويدة مصطفى، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بيك. وأيضا بنرحب بالدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون، وهو يمثل معنا المواطن الناخب العادي جدا اللي نازل يتجه إلى صندوق الانتخاب، بيفكر في ايه اللي هو عايزه في الانتخابات اللي جايه، ايه اللي ممكن يخليه ينزل علشان خاطر يشارك في هذه الانتخابات. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا بيك. عايزه ابدا من المشاركه في الانتخابات، ايه اللي يخلي، وابدا مع حضرتك بما انه ليديز فيرست، يعني ايه اللي يخلي المواطن ان هو ينزل ويتجه الى صندوق الانتخاب المره اللي جايه؟ شوفي يا أستاذة سارة، طبعا احنا خلينا نعترف ان احنا عندنا مشكلة اساسا في المشاركة السياسية من فترة طويلة. يعني كان دايما المواطن بيحجم الى حد كبير عن انه يشارك في الحياة العامة بشكل عام، خصوصا احنا مرينا بالعديد من الانتخابات وكان في نسبة المشاركة كانت ضعيفة. لكن خلينا برضو نقول انه من اول ثورة 25 يناير على ما اعتقد، واحنا مرينا باكثر من تجربة انتخابية، حدث يعني تغير نوعي، يعني نقدر نقول فعلا في حجم الاهتمام بالشأن العام والحياة السياسية حتى بين المواطن العادي. حضرتك بتشوفي مثلا بعض المداخلات اللي بتتم في البرامج، حتى البرامج السياسية وبرامج التوك شو، بتجد ان المواطن العادي اصبح وعيه مختلف، اصبح حاسس ان هو لا، صوته بقى ليه قيمة وليه اهمية. طبعا ما تحولناش للمشاركة اللي هي يعني او النسبة اللي احنا بنطمح ليها، لكن يعني نقدر نقول انه المواطن العادي اصبح عنده يعني اهمية، او شاعر انه ممكن هذه يعني هذه المشاركة تكون يعني مؤثرة. وده مهم جدا ان انت تشعري ان صوتك ليه قيمة، ان انت ممكن تغيري في النتائج، او ممكن ان انت توصلي يعني بالحافز بتاعك وبإرادتك ان انت تغيري من يعني احنا شفنا مثلا في الاستفتاء على الدستور وفي الانتخابات الرئاسية كان في إرادة شعبية ان يكون في تغيير من خلال مشاركة المواطن. ليه ممكن حد يفكر انه يتنازل عن هذا الحق وعن انه يكون مشارك لا. ويغير في الخريطة؟ طبعا هو يتنازل عن هذا الحق ده برضو، يعني انا لما قلت لك ان المشاركه مرتفعه ونتيجه الظروف السياسيه اللي احنا عشناها والحاله اللي احنا عشناها من اول ثوره 25 يناير و30 يونيو وكل الفترات دي، لكن ده لا ينفي ان احنا عندنا مشاكل اساسا فيما يتعلق بالوعي السياسي، فيما يتعلق بالثقافه الانتخابيه، فيما يتعلق بالمشاركه السياسيه بشكل عام. طبعا عندنا نسبه يعني الوعي يعني بشكل عام ليست اللي هي يعني احنا لازال مثلا لدينا كتير من مثلا المواطنين في بعض القرى في الارياف بتستغل اصواتهم في كثير من الأحيان، ليست لديهم بطاقات انتخابية مثلا. يعني احنا لأن قعدنا فترة طويلة هذا الأمر لا يتم الاهتمام به، وليست هناك إرادة سياسية حقيقية أنك يكون عندك مواطن على درجة من الوعي الكبير. فيعني التغيرات اللي بتحصل هي تغيرات، وما تنسيش كمان أنه فكرة الانتخابات خصوصا البرلمانية
واعتقد ده ممكن هيتم التطرق اليه، لا تزال بتحكمها حاجات يعني عائليه وعصبيه بتدفع مجموعات معينه ان هي يعني تستقطب علشان يعني تنتخب. يعني ما عندكيش اللي هو فكره بشكل عام كده ان انا بنتخب علشان انا عندي رؤيه سياسيه او عندي توجه سياسي معين، لكن حصلت تطورات وحصلت يعني خلينا برضو ننظر المساله من الجانب الايجابي بتاعها. طيب حصلت التطورات ومع ذلك بنسمع البعض يقول لا انا مش هنزل الانتخابات اللي جايه، وحضرتك كمواطن ليه تفتكر ان ده ممكن يحصل؟ والله انا شايف ان يعني انا في رايي ان نسب المشاركه في الانتخابات اللي جايه هتكون من النسب القليله جدا في الانتخابات في الفترات السابقه. ليه في فتره؟ لان في حاصل نوع من التخبط شديد جدا ما بين القوى السياسية اللي المفروض ان هي تقود الانتخابات وهي اللي تكون الرائد للشعب المصري. احنا شايفين النهاردة ان الانتخابات باب الانتخابات اتقفل تقريبا، والاحزاب مش مستقرة على حتى مرشحينها هم مين، ولا على القوائم اللي هم بيعملوها مين. عدد كبير جدا من الاحزاب موجود كل توجهاتهم تقريبا واحدة. فإن عندك الناخب يعني مثلا لو عايز أقول لك مثلا في بلد زي ألمانيا مثلا عندهم حزب مثلا اسمه حزب الخضر. حزب الخضر ده مثلا بيحب مثلا الطبيعة، مش عايز منشآت نووية، مش عايز غازات، مش عايز يعني بيحافظ على طبقة الأوزون، حاجات يعني له توجه معين. يبقى الناخب رايح أنا رايح أنتخب حزب الخضر لأن ده الحزب اللي أنا حاسس ان انا هلاقي نفسي فيه. تعالي نقيس ده على التجربة المصرية النهاردة. الاحزاب المصرية اللي موجودة ايه توجهاتها؟ هاتيلي الاحزاب كده وقوليلي ايه توجهاتها، ايه هي مشاريعها، ايه هي بتهدف لايه. هتلاقي ان كل الاحزاب المصرية اللي موجودة حاليا هي احزاب اغلبها توجهاتها واحدة. هل مش جايز علشان المشاكل هي واحدة كله مثلا هيفكر في انه دي المشاكل اللي انا عايز احلها، وبالتالي احنا كلنا واقفين في نفس الصف؟ لا بس انا ما لازم الحزب بتاعي يقول لي مثلا انا هاجي في ملف الصحه انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انا عندي مشكله ان في قانون الايجار القديم مثلا، ان في مساكن لسه لغايه النهارده في وسط البلد بتتاجر ب 20 او 30 جنيه او 100 جنيه، مع ان في المناطق العشوائيه بيبقوا ب 500 جنيه وب 1000 جنيه الايجار. فانا عايز حزب يقول لي والله انا داخل هدفي ان انا احل هذه المشكله. هتلاقي ناس كتير جدا بيؤيدوا هذا الحزب اللي عايز يحل هذه المشكله. انا حزب عندي مشكله، انا اساسي شايف ان عشان انهض بهذه الدوله لازم اركز على التعليم، احط كل فلوسي اللي معايا احطها في التعليم. لو حطيت كل فلوسي اللي في التعليم واحط في الاطفال اللي في المدارس، في الاولاد اللي في الحضانات، في كل قرش معايا احطه في التعليم، هلاقي بعد 20 سنه او 30 سنه انتاج للي انا حطيته. يبقى انا ده حزب انا رايح له. تعالي قيسي ده على الاحزاب اللي موجوده دلوقتي. ايه الاحزاب اللي موجوده دلوقتي؟ في حزب وحيد بس هو اللي له ايديولوجيه معينه، وهو حزب النور. خلينا نكون صرحاء، ده لا لان هو عنده حزب، ده حزب له ايديولوجيه سلفيه، بينبع كل افكاره نبع من مصدر معين، مصدر واحد هو التيار السلفي، المذهب ابن تيميه وابن القيم الجوزيه، ودول وده له هيكل معين. وده عشان كده هو لحد ما منظم جدا وعارف هو بيعمل ايه في الانتخابات اللي جايه. لكن بقيه الاحزاب مش عارفه هي بتعمل ايه. انا ده طيب هنا يكون دور الاعلام ايه؟ يعني الاعلام يحل او يبقى ازاي طرف في حل هذه المشكله في وجود احزاب ملهاش برامج انتخابيه واضحه، وانه الحزب الوحيد اللي ممكن يكون ليه ايديولوجيه واضحه هو حزب النور اللي ممكن يثير مخاوف المواطنين العاديين اللي مش عايزين عوده مره اخرى لسيطره الاسلاميين. هو طبعا خلينا برضو ما يعني ما نلقيش كل يعني العبء على او المسؤوليه على الاعلام، لان هو الاعلام هو دوره اساسا ان هو يطرح لك ما هو موجود على الساحه. حقيقي طبعا ليه دور مهم جدا ان هو يوعي المواطن،
وازاي ان هو يختار، لكن في معوقات في يعني في بنيه زي ما قال الدكتور عمرو، بنيه المجتمع نفسه وبنيه الاحزاب اللي موجوده، اللي هي فعلا احزاب احنا مش شايفين لها برامج الى الان. يعني ما يعني المفروض ان في يعني فكره الاحزاب في اي دوله من دول العالم هي بتتصارع لانها تتداول السلطه، بمعنى ان هي ليها رؤيه وليها ايديولوجيه وليها فكر، وده المواطن بيبقى عارف في الحزب الفلاني ايه توجهاته فبتقدر تستقطب الجمهور. لكن انت عندك احزاب فعلا احنا مش عارفين ايه البرامج بتاعتها، احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش، كله بقى قايم على انه يعني كل الاختيارات وخصوصا البرلمان القادم كله هيكون معظمه اختيارات اللي هي المستقبل، يعني الاعلام حائر زي المواطن. طبعا الاعلام حائر، بس برضه لا يعفي من المسؤوليه ان هو برضه عليه. يعني الى الان مثلا حقيقي بدات البرامج تتكلم عن الانتخابات، لكن الى الان ما بنشوفش يعني شرح. يعني احنا حتى يعني لسه كنا بنتكلم مع الدكتور بره، احنا حتى يعني المفروض ان احنا على درجه من معرفه مش قادرين نفهم نظام القوائم اللي مطروحه ونظام الانتخاب شكله ايه. فالمواطن العادي يعني انا هطلب منه ان هو يختاره بشكل سليم ازاي، الا بس هتبقى المعيار اما بقى الايديولوجيه الدينيه اللي هي طبعا مؤثره جدا بحكم يعني الثقافه بتاعتنا، او ان هو بقى العصبيات والعائلات. فهنا طبعا الاعلام لازم يكون ليه دور ان هو يوعي يعرف يطرح يعني ايه النظام الانتخابي، ازاي يختار النائب، وظيفه النائب هي ايه، لان احنا برضو عندنا لسه الى الان كل الناس بتعتقد النائب هو بس هيعمل خدمات. لهم الخدمات، هو اللي هيعين في الوظائف هو، لكن يعني فكره حتى النائب وفكره دور البرلمان نفسه غائب. طيب بعد الفاصل عايزين نتكلم على موضوع انه ازاي المواطن حائر امام هذه القوائم اللي ممكن ما يبقاش فاهم توجهاتها، بالرغم من ان احنا بقالنا 4 سنين عندنا نشاط انتخابي، يعني توجهنا الى صندوق الانتخابات عدد لا باس به من المرات. بعد الفاصل هنشوف ده وهنتابعه مع ضيوفنا، ولكن قبل الفاصل هنشوف راي المواطنين في الشارع بيقولوا ايه. شعب مصر شعب يعني ايه بيحب الديمقراطيه وبيحب الحريه، فبالتالي وجود برلمان تشريعي هنعرف نلاقي نفسنا، وفي وجود رئيس وطني بيحب بلده وبيحب شعبه هيبقى مكمل لهذا الرجل، علشان يبقى احنا يعني مشينا في المسار الصحيح والطريق الصحيح. فالبرلمان حضرتك يعني وجوده هيسهل على حاجات كتير قوي، بالنسبه للعماله، بالنسبه للامور الامنيه، بالنسبه لاقتصاد البلد، بالنسبه للتشريع الكلي على مستوى مصر كل. لازم حضرتك ننزل بالانتخابات ونشارك، وكل واحد يوصل يعني صوته للوطن يعني ويقول رأيه يعني بصراحة. يعني لازم ننزل كلنا ونشارك عشان العجلة تمشي والبلد تشتغل والبلد تستقر ويبقى في شغل وفي حركة. الراجل ده شغال واحنا لازم نقف معاه، كلنا نقف معاه ونقف وراه ونسنده. أنا طبعا هشارك بصوتي في الانتخابات البرلمانية، لأن دوت صوت حر لكل مواطن مصري حر عايش عاوز يعيش في سلام في رخاء، بيدور على مستقبل البلد الصحيح، بيدور على مستقبل أبنائه ماشي، وهو دوت الديمقراطيه اللي احنا هنتربى عليها وهنمشي عليها. هشوف الصالح وهنتخبه، يعني انا مش هسمي اسامي، بس هشوف الانسان اللي هيعمل حاجه لمنطقتي وهنتخبه. لكن اللي هيدفع فلوس ولا انا هشوف الصالح ولا هيعمل ايه بمرض الله. عايزة الترحيب مرة أخرى بضيفي الكريمين، دكتورة هويدا مصطفى أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة وعميدة المعهد الدولي للإعلام، أهلا بحضرتك مرة تانية، والدكتور عمرو السمرة أستاذ طب وجراحة العيون وهو يمثل المواطنين العاديين، أهلا بحضرتك دكتور عمرو. قبل الفاصل كنا بنشوف تقرير عن آراء بعض المواطنين في الشارع، إيه الانطباع اللي جه لحضرتك وأنت بتسمع آراء هذه العين؟ الانطباع اللي جالي ان هم ناس طبعا بيحبوا مصر، عايزين مصلحة هذا الوطن، لكن من برضك من الملاحظة ان هم ما بينتموش لأي حزب معين، وهينتخبوا زي ما هم قالوا كده الانسان الكويس اللي هم شايفينه كويس، ده بره برضك بره خالص الانتماء الحزبي،
وده اللي هيبين، ده بيرجعنا لقبل 4 سنين. بالظبط كده، وده اللي هيحصل على فكره في الانتخابات الجايه. اغلب الناس اللي هينجحوا في هذا البرلمان هيكونوا من المستقلين. هم هيعتمدوا برضك على ان الناس ما عندهاش الوعي الحزبي كان المفروض. واحنا هنا ما بنلومش على فكره الناس ولا بنلوم الاحزاب برضك بدرجه كبيره. احنا عشنا من سنه 52، احنا بعد 52 تم القضاء على الحياه الحزبيه في مصر، وعشنا في عهد الاتحاد الاشتراكي العربي فتره طويله جدا كان هو نظام الحزب الواحد. بعد كده انتقلنا للحزب حزب مصر، وبعد كده انتقلنا للحزب الوطني، هو كل دول يمثلوا الحزب الواحد. بعد ثوره 25 يناير احنا ابتدينا نعمل احزاب. مش ممكن طبعا، الانتقال ده مش سهل على فكره، وهياخد وقت. لكن انا هنا برضك بلوم شويه الاحزاب المصريه اللي هم قالوا لنا في اول بدايه 25 يناير ادونا فرصه علشان نقدر نظبط نفسنا ونجهز نفسنا عشان الانتخابات. احنا بقالنا دلوقتي 4 سنين، هم عاملين زي بالظبط، معلش انا بقولها تملي دي، عاملين زي التلميذ اللي هو الفاشل. التلميذ الفاشل ده انت بتديله وتقوله الامتحان الشهر الجاي، ما يذاكرش، قبل الامتحان بيومين ثلاثه تروح مأجله له الامتحان 6 اشهر عشان يذاكر، برضك ما يذاكرش. الانتخابات كانت المفروض تتعمل امتى؟ من في يناير، مش كده؟ في اللي فات من شهر 2، او يعني شهر 2 لما كان بدأنا نشوف. واحنا النهارده في شهر كام؟ النهارده في شهر 9، فات 6 اشهر او 7 اشهر، ما والنهارده قاعدين لسه مع بعض بيتخانقوا مع بعض يعملوا ايه؟ يا راجل ده انت كنتوا المفروض تكونوا من شهر او شهرين مظبطين نفسكم ومربطين ومظبطين القوايم وعاملين التكتلات وجاهزين، والشعب بقى منتظر. ده انت النهارده لسه بتتخانق مين اللي يدخل ومين اللي يطلع. بالظبط، هو التلميذ اللي ما يذاكرش وداخل الامتحان مش مذاكر، انتظر النتيجه بتاعتك، مش هتنجحوا في الانتخابات، واللي هينجح في الانتخابات دي هم المستقلين، والتيار الديني هياخد جزء من الانتخابات دي، وبعض القوائم اللي في احساس عام انها مدعومه. نعم. بطريقه او اخرى. حضرتك قريتي الفيديو ده ازاي او قريتي التقرير ده ازاي؟ طبعا انا باكد على كلام الدكتور عمرو فعلا، لكن هو اولا في جزء يعني نقدر نقول ان هو ايجابي، ان المواطن يعني حاسس انه يعني لازم يشارك، وده جزء مهم جدا، يعني ما بقاش اللي هو يعني غير يعني مهتم، يعني عدينا مرحله ممكن تكون كويسه. لكن اللي انا شعرت بيه برضو ان هو مش عارف، يعني هو تايه شويه، هو مش عارف، حتى بيقول هختار الكويس، حتى هو يعني ما اعتقدش انه حاطط معايير لايه هو الكويس، الا انه قال مثلا، في واحد منهم قال اللي هيعمل حاجه للمنطقه بتاعتي او للدايره بتاعتي، رغم ان طبعا ان دي مساله برضو لازم ان احنا نتحرر منها، لان حكايه انه نعمل خدمه او ما بقتش قدره ناخب قصدي نائب ان هو يعملها، دي سياسات حكومه، ويعني وطبعا ملف في الخدمات احنا عارفين قد ايه مليان مشاكل كبيره جدا، فما اعتقدش حتى انه هذا المعيار للاختيار هيكون ذو جدوى يعني. طب احنا عندنا فتره او يعني زمن قليل جدا لانطلاق الانتخابات البرلمانيه بمرحلتها الاولى، نعمل ايه؟ نعمل ايه علشان نغير ثقافه المواطن ونقول له لا ما تنتخبش يعني من هو نائب اللي كان بيتقال عليه نائب الخدمات، ولكن تنتخب نائب هيسن قوانين وتشريعات علشان تنقلنا لمرحلة جديدة، نعمل ايه في الفترة دي؟ طبعا فترة قصيرة جدا، كان المفروض ان احنا نبدأ من زمان، بس احنا مش بس الاعلام، احنا اللي هو كمان الاحزاب وكمان الناس اللي طرحة نفسية، احنا ما شفناش ليهم برامج واضحة او رؤية واضحة او فعلا تركيز على هدف محدد ان هو ده هيبقى غاية القائمة دي او حتى الناخب المستقل. احنا مش شايفين لغاية دلوقتي هم ايه توجهاتهم، وطبعا الاحزاب عندنا مشاكل كبيرة جدا، وقد يكون كان المقصود اضعافها، يعني في عوامل كتير. لكن مش لازم ان احنا برضو نيأس. انا عارفة ان التجربة المقبلة هتكون تجربة فيها لسه لا يزال مشاكل، ومش هو ده البرلمان اللي احنا هنكون بنتمناه، لكن طبعا لازم هي تجربة وهناخدها، لكن لازم ان احنا بقى نبتدي، يعني الاحزاب اللي هي عمالة تقول ادونا فرصة وما بقاش يعني فعلا ما بتعملش اي
تحرك حقيقي، بالعكس فيه حتى احزاب كانت قائمه وكانت واعده، وكنا بنتصور ان هي دي يعني الاحزاب اللي هي بقى مستقره وليها تاريخ، اصبحت مش حاجه غريبه ان احنا نكون بعد 4 سنين يكون ده اكتر انتخابات او اكتر مره خايفين من صندوق الانتخاب. اه طبعا، والمخاوف دي يعني موجوده وموجوده عندنا كلنا. اولا لانك يعني يعني حتى الدستور اللي احنا يعني بنتكلم عليه اللي هو مهمة البرلمان ده ان هو يحوله الى بقى قوانين، فانت طبعا يعني ده بناء الدولة كلها، فيعني قائم على يعني برلمان ما انتش عارفة توجهاته هتكون ازاي، حتى ما فيش امكانية ان يكون في اغلبية او تيار غالب او فكر غالب او ايديولوجية يعني غالبة، فطبعا مش هتكون العملية. حتى احيانا المعارضة لما بتكون متجانسة الى حد ما بتكون شيء ايجابي، لكن حتى المعارضة هتكون ما هياش متجانسة، يعني هتكون كل واحد يعني طيارات بقى ايه فردية. فطبعا كلنا متخوفين، لكن خلينا نقول ان احنا لازم نعيش هذه التجربة، لانه يعني ما نقدرش ان احنا نتراجع، وده لازم نكمل، ويبقى التصحيح بعد كده يعني نتمنى ان يكون تصحيح من الداخل. دكتور عمرو، بنسمع دعوات من البعض بانه المقاطعة، تعليق حضرتك ايه على فكرة المقاطعة اللي بيطلقها البعض او هذه الدعوة؟ لا، هو اللي بيطلق دعوات المقاطعة هم الاخوان المسلمين. لا، وفي غير الاخوان بنشوف بعض التيارات الاخرى يعني هم اصلهم ضعفاء، يعني التيارات الاخرى ضعيفة جدا، يعني هم هيمثلوا ايه في المجتمع المصري. لكن دعوات انا متخوف ان الشعب المصري يقاطع الانتخابات بدون دعوات. لان في الانتخابات السابقة للمجلس المنحل ايام محمد مرسي كان الشعب المصري نازل بيدافع عن حقوقه، او نازل عشان في زي عدو قدامه، فهو نازل او نازل في معركة فعلا، فعشان كده الناس يعني استهموا اولادهم وازواجهم ونزلوا فعلا، وقفوا في الطوابير، وقفوا في فترات طويلة جدا علشان في هدف. النهاردة المنظر المشهد متغير خالص. انا كإنسان مثقف لازم أكون نازل لهدف معين. طب أنا نازل أنتخب مين؟ أنا نازل أنتخب قائمة، فيها القائمة دي فيها واحد بيطالب بالاشتراكية والقطاع العام والتأميم و و و ومعاه في نفس القائمة دهيت واحد رأس مالي كبير جدا، نظام رأس مالي أقصى اليمين، معاهم واحد ثالث اشتراكي يعني انت نازله تنتخبي قائمه على يعني اي اساس؟ قائمه غير متجانسه اطلاقا، وملهاش كمان خطه او برنامج واضح يخلي حضرتك تسعى انك تقف قدام صندوق الانتخاب لساعات طويله. بالظبط، فتلاقي ان طبقه المثقفين والطبقه المتوسطه هتكون هي اقل مشاركه في هذه الانتخابات القادمه، بدون دعاوي، بدون ما حد يقول لها ما تنزليش. وهتلاقي كتير قوي اللي هيروحوا الانتخابات هم نفس الناس اللي هم كانوا بيروحوا قبل 25 يناير، اللي مثلا نتيجة دخول الأموال والرز ومش عارف ايه. طيب المرأة هيكون مشاركتها شكلها ايه في هذه الانتخابات؟ والله يعني في المرأة في هذه الانتخابات بالتحديد يعني حيسري عليها زي اللي حيسري على بس في الانتخابات الرئاسية كانت مشاركة عالية. لانه برضو خلينا نتكلم على المناخ العام اللي جرت فيه الانتخابات الرئاسية، فعلا انت كنت نازلة في تحدي وفي اختيار ما بين دولة ولا دولة، او ما بين هوية وفقدان الهوية دي، فكان في يعني محدد خلى حتى المرأة تتحمس جدا ويبقى ليها دور. ما تنسيش كمان انه في دايما تجربة المرأة في الانتخابات البرلمانية ما هياش ايجابية، دايما المرأة مهمشة فيها، بنلاقي نسبة يعني الانتخابات اللي فاتت يعني مشاركة المرأة كانت هامشية جدا. فبالتالي حقيقي فعلا الدستور في هذه المرحلة او يعني في قانون مباشر الحقوق السياسية حط قواعد للتعيينات اللي هتتم علشان يرفع من نسبة مشاركة الفئات زي المرأة وزي الشباب، وده يعني ده يمكن اللي يوزن شوية المسألة. لكن يعني برضو اخشى ان المرأة مش هتكون بنفس القدر من الحماس
اللي هي يعني كانت في فترة انتخابات سابقة. طيب الشباب يا دكتور، بتشوف الشباب هيبقوا عندهم هذا الإقبال ولا هيكون حالهم زي حال المثقفين وحال المرأة؟ خلينا نتكلم بصراحة. أكيد بصراحة إيش، لا الشباب المصري في حالة يعني فعلا عنده نوع من عدم الثقة في المستقبل. الشباب المصري دلوقتي هو منفتح جدا، بيشوف بلاد تانية، بيفتح بيسافر، بيفتح النت، بيفتح المجالات المختلفة، وشايف الشعوب التانية، وشايف الشعوب التانية عايشة أحسن مننا بكتير جدا. طب رأي حضرتك إيه اللي نعمله في الفترة دي علشان يخلينا، أو ما بعد الانتخابات علشان نتلافاه في الانتخابات اللي جاية؟ لازم الأحزاب، ما فيش حل غير الأحزاب. لازم الأحزاب تكون أحزاب قوية، ده اللي هيخلي الشباب يرجع يعني يبقى عليها ينخرط أمان. ينخرط في يعني مثلا أقول لك حاجة، مثلا توني بلير، ده اللي هو كان رئيس وزراء بريطانيا، ده دخل شاب الحزب وقعد يتدرج لغاية ما وصل لرئاسة الحزب. إذا كان الشاب عنده أمل، هو الأمل هو اللي بيخلي الإنسان يعيش وينتج ويبقى إنسان، لكن إذا كان الشاب فاقد الأمل، فاقد إنه لما يدخل الحزب ده هيلاقي، يدخل يعني هتدخلي الحزب، هيدخل الشاب الحزب يلاقي واحد أكبر سنا، أصغر مني شوية أو أكبر مني شوية، هو اللي ماسك الحزب، هم مجموعة من الناس هم المسيطرين على الحزب، وما عندوش الأمل إنه يبقى حاجة. الشباب المصري النهاردة في محنة، الشباب المصري في محنة، ولازم الدولة المصرية تنظر إلى الشباب المصري، لأن الشباب هو المستقبل، إحنا دورنا قرب ينتهي. طيب بص للشباب، الشباب هو المستقبل، والشباب ما عندوش ثقة في الدولة. طيب آخر سؤال دكتور هويدا، نعمل إيه علشان يعني ما نبقاش في هذا المأزق في الانتخابات القادمة، مش الانتخابات دي، الانتخابات اللي بعدها؟ بصراحة ان احنا يعني كل الجهات عليها مسؤولية، ولازم يكون في ارادة سياسية حقيقية ان احنا اولا نفعل دور فعلا الاحزاب، لان يعني اذا كنا هنتكلم على الشباب، ما هو مين اللي هيقدر يستقطب الشباب ويقدر يخلي ليه دور وان هو يدربوا على الحياة السياسية وعلى المشاركة، الا طبعا وجود احزاب تستوعب هذا الامر. لكن الاهم من ده كله ان انت يكون عندك ارادة سياسية حقيقية، ان يكون في فعلا عندك تعددية وعندك عمل حزبي وعندك عمل يستوعب يعني القطاعات المختلفة جوه المجتمع، ما يبقاش في يعني محاولة يعني تفتيت احزاب من الداخل زي ما كنا بنشوف. القضية محتاجة ان احنا نشتغل اكتر على الوعي السياسي في المجتمع، محتاجة الإعلام برضو يتكلم في ازاي المواطن يعني نغير شوية من يعني نخلق ثقافة جديدة لمفهوم الانتخابات، وازاي نختار، وازاي يبقى في عندنا اختيارات لبرامج مش لأشخاص. يعني عملية محتاجة ان احنا ونبدأ، يعني يا ريت نبدأ يعني من دلوقتي، لان ده محتاجين كمان ان احنا يبقى عندنا في المؤسسات التعليمية اهتمام اكبر بالتثقيف السياسي، باستيعاب الشباب في، عشان ما يحسوش ان هم مهمشين وهم مستبعدين. انا عايز اشكر حضرتك دكتورة هويدا مصطفى، استاذة الاعلام بجامعة القاهرة وعميدة المعهد الدولي للاعلام، شكرا لحضرتك. شكرا. وعايز اشكر حضرتك دكتور عمرو سمرة، استاذ طب وجراحة العيون، شكرا لوجود حضرتك معانا. ما بيتبقاش لينا في آخر الحلقة دي غير ان احنا تجربة ولازم نخوضها بحلوها بمرها. بنطلب من الأحزاب، يعني الحاجة المتكررة في حلقاتنا في موعد مع البرلمان، انه الأحزاب عليها دور كبير، غير انها تعمل قوائم وغير انها تندمج مع بعض، انها تورينا برنامج واضح ومحدد يشجع ويحفز الناخب ان هو ينزل، انه الحافز هو يعني الرقم الأهم في هذه المعادلة. فبقدر الإمكان فكرة حب مصر أو فكرة من أجل مصر أو كل الأسامي اللي موجودة في القوائم مش بس كلام، محتاجين إنها تبقى يعني على الأرض، ما يبقاش بس اسم قائمة، لا عايزين فعل. شكرا لحضراتكم، صباحوا على خير.